المسيره الخضراء لسباق الدراجات. اليوم الحمد لله كنختموا لطواف الرمال للصحراء بمناسبه ذكرى عيد العرش بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء المضفره ذكرى 48 بجهه العيون اللي مر في 6 مراحل جيده، منها مرحله العيون تشيره، مرحله الحقونيه، مرحله الطاح، مرحله الطرفايه، والمرحله ديال المسيد بوجدور تارومه فم الواد جرادي. تقريبا جميع المحلات المناطق في مدينه العيون في جهه العيون زرناها، واليوم كنختتموا ما بين الدوره جامع الدوره ومدينه العيون. مر الطواف مر في اجواء جيده، السلطات المعنيه بالامر قائمه بالواجب. شكرا للموصول كل من دعمنا من قريب او من بعيد، ما نساوش ولايه العيون اللي كانت سباقه في دعم دائما هذا مثل هذه اللحاقات وهذه السباقات. وشكر جزيل للمنابر الاعلاميه بصفه عامه، لا المكتوبه ولا المرئيه. والحمد لله اليوم كنبتهجوا بنجاح هذه الدوره الاولى لطواف الرمال بالصحراء، واللي غادي يكون عنده واحد الصبغه وطنيه دوليه كبيره في اقاليمنا الجنوبيه العزيزه. الحمد لله السباق مر في اجواء جيده. بالنسبه للعدائين كاين جوج ديال ثلاثه ديال الفئات. الفئه الاولى هي الكبار اقل من 40 سنه، فاز بها المغربي مصطفى الكحل. والفئه الثانيه ما بين 50 حتى تقريبا 60 سنه، فاز بها عبد ربيه المغراوي محمد رئيس جمعيه المسيره الخضراء من العيون. والفئه الثالثه اللي هما اكثر من 60 سنه بس فاز بها الاسباني اليخاندرو. تكلمت عن المرحله كانت صعبه، بعض الشيء كان رياح جانبيه، استمتعت بالتضاريس وبالمناطق الخلابه اللي كانت هنا في يعني في السباق، وعجبهم عجبهم الرمال يعني التلال ديال الرمال، تهلاو فيهم يعني وكذلك حتى الاقامه. Okay, my name is Octavio. I'm from Gran Canaria. It's a pleasure for me to stay here with the organization. Thank you to the authorities for Morocco government, for the organizations, and the proof of today is a great proof to in the future, because the road is good, the time is and the weather is very very good, and the organization is very very good. I'm happy to stay here in Sahara, and for me it's a pleasure. And the next year I promise we'll come back to the proof. Thank you so much. السلام عليكم. الاسم الكامل مصطفى الكحل، دراج نادي شباب الساقه الحمراء لسباق الدراجات. شاركت اليوم في اول نسخه من طواف الرمال لسباق الدراجات. هذه اول تجربه لي في هذا النوع من الاختصاص، بحكم انك كندير دراجة على الطريق والتوقف لي دام تقريبا سنتين. فكان يعني المنظم رئيس الجامعه ديال الكناريه لسباق الدراجات مع نادي شباب مع نادي المسيره الخضراء للدراجات بالعيون، كانت تشارك جد جيده واستفدنا منها مع دراجين اجانب اللي عندهم حنكه في هذا الاختصاص. الحمد لله اليوم حصلت المركز الثاني، وكان هدية تفوز ديال رئيس نادي شباب الساقه الحمراء سباق الدراجات السيد محمد الفالي والمدرب ديالي محمد بوطرفه. وشكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.